هو دوزين او الاعلام العمومي قال لك غادي يقتطعوا المغاربه 55 درهم. هو سمعت هو باش يدعموا لانها باش الحافه ديال الافلاس. هو شنو قصدت عليهم انا اخاي ديالي خليها تفلس من جيتي انا خليها تطيح حيت ما كيستافدوش منها كاع بنادم اللي كتشوه السمعه ديال البشر راك عارف. ما نتفقش ما بعدا نعطي 55 درهم باش نعاونها. عطيو المساكين بعد اللي عايشين في الجبال واللي كيتكرفصوا المساكين اللي كيتشردوا في الشوارع هذو اللي يستاهلوها. بالنسبه للاقتطاع اللي كتقتطع دوزام على ود الافلاس اللي وقع لها انا في نظري كمواطن بانه ما خصوش يكون حيت المحتوى حيت ما كنستافدوش حنا من داك المحتوى اللي كاين باش حنا غادي نعاونوها. يعني راه كنشوف بان الشعب المغربي غيكون متضرر بواحد النسبه كبيره وهاد الاقتطاع ما عنده حتى شي مبرر. انا متفقه باش نعطي 55 درهم للقناه. علاش؟ حيتاش سميتو بزاف ديال البرامج كنتفرجوا لهم ثقافيه كيفيدونا سميتو الامهات كيتفرجوا في المسلسلات المغربيه باش كيتلفوا الوقت. ومهم صراحه نتعاونوا معها علاش لا، حيتاش تربينا معاها وكبرنا وشفنا بزاف د الحوايج وعطاتنا معلومات والمسلسلات كيعطيونا غير باش ناخذوا العبره باش ماشي باش غير نتفرجوا ونشاهدوا وصافي. الراي ديالي هي الدوله خاصها تعاونها، اما المغاربه ما عندهم ما يعاونوك دوزيم فهمتيني كتبقى موفره بزاف ديال الحوايج للمغاربه. السلام عليكم. بون انا كنت خاليدي ان المهم كمواطنه بعدا بالخصوص كنت خليدي انني نعطي 55 درهم للقناة اللي شرفت على الافلاس كان مجموعه من الاسباب بينهم المشاكل الاجتماعيه والماديه ديال لا بلوبار ديال لي جون. لا بلوبار دي جون كيعانيو من مشاكل يعني الفقر ما كتلقاهمش مساكن يعني حتى ليطا مثلا غير ديال ان اتيديون ما كيلقاش باش يطلع في البيوس ما كيلقاش باش يخلص لي بوليكو بهذا ونزيدو يعني حنا نقتطعوا له 55 درهم عاد يعني الضرائب اللي كيتعطاو ام اكسترا اوسي حتى من ناحيه المحتوى يعني ماشي شي محتوى اللي غنضحيو حنا بديك 55 درهم غادي نعطيه. زعما خاين كمواطن خاين مغربي خاين موفر زعما عطيهم 155 درهم اصلا صراحه ماشي زعما شي برامج زعما اللي ثقافيه اللي غنستافدوا منها زعما اللي خصك تعطي الفلوس ولا شي حاجه فهمتي. انا في نظري زعما ما موافق الصراحه وكنتمنى زعما يعاودوا يدوا النظر في هذا الشيء والله حيت اصلا الناس زعما ما ويعاودوا يحاولوا يديروا شي برامج اللي زوينه كاع اللي تستاهل الفلوس ماشي مشكل. راه كاين شي برامج زعما اللي تستاهل الفلوس وهانيه فهمتيني، اما كيجيبوا داك المسلسل التركي وكذا ما اصلا كيخلخوا الشعب بالعربيه حتى شي حاجه اللي غتفيد الشعب شي حاجه اللي غتطور فيها اللي غتشوف شي فهمتيني شي حوايج اللي مزيونين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم وكنشكركم على هذا السؤال هذا. انا بعدا كرأي شخصي ما نقدرش نعطي 55 درهم لدوزيم واخا تكون عندي كنظن ملايين حيتاش نكر الاسباب والاسباب كثيره كالتالي. هي اول سبب هي ما كنشوفها غير مفيده بالنسبه لي، ما كنشوف بان المتلقي من داك المعطيات اللي كتعطيو من داك الافلام لدرجه اننا كنشوفوا في رمضان ولات كدير لقطات خاليه على لقطات كي كتجي حشومه تشوفها مع الاب ديالك ومع الوالدين مشات داك الحشمه نتاعها ومشات داك الكول اللي كانت به ديجا. الوغ باش نعطي 55 درهم خصني نعطيها لواحد الحاجه اللي نقدر نستافد منها، ولذلك بالاحصائيات وبلغه الارقام كنشوفوا بان كل شيء ولا كيمتنع باش كيشوف بان الاذاعات الوطنيه وخاصه من دوزيم، وكنشوف بان الشعب ولا في السوشيال ميديا كينفر منها ودرج بان تيمشي يقلب على بدائل مثل الراديو مثل تيمشي السوشيال ميديا تيمشي يتفرج في السوشيال ميديا نتاع يوتيوب تيمشي يشوف محتويات هذه حبذا. لو كان داك الدوله تبدل الايديولوجيه ديالها ودير داك القنوات دير فيها شي محتوى فكري اللي يقدر الطفل الصغير ننميو به التنميه البشريه ويقدر الطفل الصغير يستافد ويقدر كذلك الراجل الكبير يقدر يستافد والشاب يقدر يشوف داك الشيء مع الابناء ديالو وكل شيء يقدر يتفرج فيها وهو مرتاح نفسيا. وحتى الا كانت شي مساهمه كنظن بان الشعب ما غيعترضش عليها لان اولا واخيرا تكون كتغذي التنميه البشريه ديال الناس كاملين وكيتفرحوا فيها وتكون قناه وطنيه بامتياز. اما بان اغلبيه كنشوف اغلبيه ديال صحابي ولا في الراي العام كنشوف السوشيال ميديا ما يقدرش يعطي لك 55 درهم لاسباب اللي هي واضحه وكلنا ولينا كنعرفوها
بين دوزي مابقاش كتلبي الشخصيه ديال المواطن المغربي كمواطن مغربي كثقافه المغربيه كارادات المغربيه. هذه اللي كنشوفها وكنشكركم بزاف وسمحوا لي طولت عليكم.